أجمعين. صلى الله عليه. يتتابع المؤذنون، هل يلزم إجابة كل من سمعت معناه يستمر مدة الأذان حوالي ربع ساعة أو يكتفى بالأول؟ أين السؤال؟ هل يلزم؟ هذا غير وارد، لأن إجابة المؤذن ليست بلازمة، لا في أول المؤذن ولا في آخر المؤذن، لكن قل هل يشرع ويستحب؟ فنقول الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجيب المؤذن كلما سمع، واستدلوا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، إلا أن مستثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن. يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت، قالوا فهنا لا يجيب المؤذن، وعلّلوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت، فلا تجيبه بهذا الحال، ولكن لو أجبته فأنت على خير. أخذا بالعموم، إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم.